السؤال التالي من جانب الأخوات. مساء الخير دكتور زاكر، اسمي جيل وأعمل في بنك الإمارات الوطني. سؤالي الموجه لكم هو: ما الأديان التي تكلمت عن قدوم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم غير الدين الإسلامي والدين المسيحي؟ الأخت سألت: ما الأديان الأخرى التي تكلمت عن قدوم النبي محمد غير الإسلام والمسيحية صلى الله عليه وسلم؟ أختي، إضافة إلى الدين المسيحي والدين الإسلامي، فإن أغلب إن لم يكن جميع الأديان التي جاءت قبل الإسلام بشرت بقدوم النبي خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أعطيت محاضرة بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم في مختلف الكتب المقدسة، بالإضافة إلى المسيحية فقد ذكر النبي في الديانة اليهودية أيضا في سفر التثنية الإصحاح 18 العدد 18 والعدد 19، في سفر إشعياء الإصحاح 29 العدد 12، في نشيد الإنشاد الإصحاح 5 العدد 16. هذا كله في العهد القديم اليهودي، أما في العهد الجديد المسيحي في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 العدد 16، الإصحاح 15 العدد 26، إصحاح 16 العدد 12 إلى 14، يوجد الكثير من الشواهد في العهد القديم والجديد تبشر بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بما أن اسمك جيل، أنا أفترض أنك هندوسية، صحيح؟ إذا أردت أن أتحدث لكم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب الهندوسية فسأحتاج لبضع ساعات، الوقت لا يسمح لي بالدخول في التفاصيل، سأعطيك فقط الشواهد. إذا قرأت الكتب المقدسة الهندوسية فإنها على نوعين، أحدها سمارتي والآخر شورتي. شورتي تعني كلام الله وتتكون من الفيداس والأوبانيشد. سمارتي تعني كلام البشر، والتي تشمل المانو سمارتي، رامايان، مهابهارتا، إيبكس والكثير، وهناك البورانا أيضا. ذكر في البورانا تتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي البورانا تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ماليتشيا، وذكر أيضا في تتحدث عن قدوم رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبأنه سيكون جدير بالإطراء والثناء ولديه 6000 عدو إلى آخره، وذكر أيضا ذكر كأحمد والتي تعني الشخص الذي يمدح، وذكر أيضا في منترا نمبر 1500 it's mentioned in Indra chapter number 2 verse number 152 Yajurved chapter number 31 verse number 18 ذكر كنارا شانزا. نار تعني رجل أو شخص، شانسا تعني الجدير بالمدح، الشخص الجدير بالمدح، وإذا ترجمنا الرجل الجدير بالمدح إلى اللغة العربية فهي تعني محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بشر به كمحمد في محمد صلى الله عليه وسلم in Rigved book number 1 hymn number 13 verse number 3 in Rigved book number 10 hymn number 64 verse number 3 وذكر ايضا في book number 2 hymn number 3 verse number 5 Rigved book number 5 hymn number 5 verse number وهكذا سنظل نتكلم ونتكلم عن شواهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط في الكتب المقدسة. بسبب قصر الوقت سوف اتناول واحدة من النبوءات بتفاصيل اعمق قليلا. تم التنبؤ به على أنه كالكي أوتار، وكما تعلمين فإنك عندما تقرأين الكالكي بورانا الكتاب الثاني الصفحة الثانية والخامسة والسابعة والتاسعة والإحدى عشر والأربعة عشر تم التنبؤ به على أنه كالكي أوتار، وذكر أن اسم والده سيكون فيشنو ياش. فيشنو تعني إله، ياش تعني عبد، عبد الله، إذا ترجمناها إلى اللغة العربية فستصبح عبد الله، وهو اسم والد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر أن اسم أمه سيكون سوماثي. سوماثي تعني الطمأنينة والأمان، وإذا ترجمناها إلى اللغة العربية فسيكون معناها آمنة، واسم أم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان آمنة. ذكر بأنه سيولد في مدينة اسمها سامبالا. سامبالا تعني المكان الذي فيه طمأنينة وأمان، والذي هو مكة. ذكر أنه سيولد في بيت رئيس القرية، وهو ولد في بيت قريش. ذكر بأنه سيولد في إذا صفقنا عند كل نقطة فسوف نظل نصفق لمئات المرات ما شاء الله. سيولد في الثاني عشر من شهر ماداف،
أي 12 من ربيع الأول ذكر أنه سيكون معلم للبشرية كلها، ونحن نعلم بأن الرسول محمد بعث ليكون معلم البشر أجمعين. ذكر أن الوحي الأول له سيكون في كهف يعرف بغار حراء. ذكر أنه سيهاجر شمالا ويعود، وسيدنا محمد قد هاجر من مكة للمدينة شمالا وعاد. ذكر أنه له 8 صفات خارقة للطبيعة. ذكر أنه سيساعد بواسطة 4 أصحاب، يعني بذلك الخلفاء الراشدين. ذكر بأنه سيتلقى المساعدة من الملائكة في أحد المعارك، قد تلقى المساعدة من الملائكة في معركة بدر. يمكن أن أستمر بالحديث عن نبوءات قدوم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كنت هندوسية حقا وإن كنت تؤمنين بالكتب المقدسة الهندوسية، فأنت إذن يجب أن تؤمني بآخر نبي وخاتم الأنبياء والمرسلين بالهندوسية، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نسبة لنا فإن الكلكي أوتار لازلنا ننتظره حتى الآن، هل أنت لست منتبه لذلك؟ أنت تقولين بأن الكلكي أوتار لا يزال منتظرا حتى الآن. إن لم تميزي الكلكي أوتار فأنت الملامة وليس أنا. أنا أعطيك الكثير من التشابهات، عليك أن تدحضيها. مثلا تقولين كتاب المقدس يكون فيشنوياش اسم أبوه، والنبي محمد اسم أبوه ليس فيشنوياش. عليك أن تدحضي أدلتي وشواهدي. هذا الكلام هو كلام معلم الهندوسية. علماء الهندوسية أيضا قد كتبوا هذا. الآن علماء الهندوس يخفون الحقيقة عنكم، هم يحجبون الحقيقة عنكم. وأنت كفتاة منطقية وذكية وتطمح لبلوغ المراتب العالية، مهمتك أن تميزي إن كان معلمكم يخفي الحقيقة عنكم أم لا. أنا يمكن أن أناظر معلمك. يمكنك أن تدعي دكتور اللاهوت، وكما تعلمين فإن لدي حوارات مع معلم الهندوس أحد المشهورين جدا اسمه شيري شيري رافي شانجر، وهو لم يعارض الرأي بل وافقني الرأي. وافقني الرأي بوحدانية الله وبأن الله ليس له صورة أو مثيل، وهو يؤمن بالرسول محمد. أما كونه لم يتقبل ذلك فهذا شيء مختلف، لأنه سوف يخسر متابعيه. لذلك أختي، هل لديك متابعين؟ لا. إذن لن تكوني خائفة من أن تخسري متابعيك. أنا أعطيك الكثير من الشواهد والكثير من الاقتباسات، وبإمكانك أن تبحثي وتتحققي. ولكن بعد أن تتحققي فهل ستؤمنين بخاتم الرسل؟ هل ستؤمنين نعم. به؟ إذن هل تؤمنين بالرسول محمد نعم. صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله. هل تؤمنين بوحدانية الله؟ نعم أؤمن. هل تؤمنين بأن ليس له شبيه ولا مثيل؟ نعم أؤمن. إذن أنت تؤمنين بأن هناك إله ليس له صورة أو شبيه؟ نعم. هل تؤمنين أن محمد هو رسول الله؟ نعم أؤمن. إذن أنت مسلمة أختي. ما قمت بلفظه باللغة الإنجليزية هو الشهادة، فهل ترغبين بتكرارها باللغة العربية؟ ما قلتي باللغة الإنجليزية بأنه لا يوجد إله إلا الله وبأن سيدنا محمد هو رسول الله، هل تريدين تكرار ذلك باللغة العربية أختي؟ حسنا، سأقول الشهادة وكرري خلفي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله سيستر، مي الله ما شاء الله أختي، أدعو الله أن يكافئك. لقد انضممت إلى أسرة الدين الإسلامي والتي يبلغ تعدادها أكثر من 1,300,000,000 إلى 1,500,000,000 شخص. أسأل الله أن يكافئك ويجزيك الجنة إن شاء الله. صدقيني أختي، إن ذلك يحتاج لشجاعة، وأنا حقا معجب بشجاعتك أختي، أكثر من شجاعة شيري شيري رافي شانجر. أدعو الله أن يكرمك بالهداية ويرشدك إليه إن شاء الله. وإن كان لديك أي سؤال، يوجد منظمة هنا بدبي بإمكانك الذهاب إليها وتصحيح المفاهيم الخاطئة. ولتفهم الإسلام اقرأ القرآن والحديث الصحيح، فهما أفضل الدلائل. إن كان لديك أي تساؤل فبإمكانك أن تكتبي رسالة على islam@irif.net، ومن دواعي سرورنا أن نجيبك. أرجو منك الدعاء أختي.